السلام عليكم شباب، وراح نبدي وياي ونشوف تحدي ونعلمكم شلون تستعملون السكيتات الحركات. وراح يوسف يعلمكم طريقة استعمال السكيتات بطريقة تحدي. طريقة التحدي راح نستعمل بيها الكوين. شباب راح من والديكم انا صادي في بشهر اتعلم منك بقوة تعلمتها بس هنا شيء وشباب شوفوا انا هم راح اعلمكم شلون تمشون المبتدئ، راح اعلمكم الحركات. يعني اخوي هذا راح يتحداني، مو راح يتحداني. ايش راح اسوي اني؟ راح اقبل التحديات ما تخسر بي. شنو العقاب؟ العقاب عليكم انتو تبقعني كلا. اقول لك انت العقاب اني انا ارجعك بالطوبة. الطوبة زين علي من على وشي كيفك؟ خطأ المتابعين. أولا تلبسون الجوارب، حلو شباب يسوون هيك تلبسوها. الطبلة جيتم وطب يسوون له هيك. يسوون تجيبون هذا على بعض ترفعوه راح يرفع راح يصير به هيك. يصير به يسوون طببون هاي هنا هيك أول شي تدوسون على هاي هيك السهاي طبعا. وهاي شو نسوي ده هيك نشيله السهاي أول وحدة شباب. السهاي هم نسويها هسه شباب. راح نعلمكم شلون تمشون بدون ما توقعون. هسه هاي الحركة المبتدئة راح أسويكم تدريب. يسوي راح توقع او توقع على ظهرك وتتكسر. يسوي اول شيء يشوف المخاف كأنك بطل. ايش تسوي؟ تجيب سكيت يم الثاني. شو تسوي؟ الشيء الرجل تشيلها وتحطها هيك وهيك وهيك. او ماي جاد واو. يا الله شو سوى بعدين؟ بعدين متفوق على الزلالة عمو. شنو اخاف؟ بس انتو انا اعرف شنو انتو تبعون جوا على المتطسات وها انتو اخاف وش تمشي هيك تشيلها تبع السكيت بس هسه شباب. بعد راح نعلمكم نعلمكم حركات. احنا ما عندنا معكم يعني لصيات. احنا نجيب لك واو. اوكي شباب لا حد يضحك لا حد يضحك. بس ايش راح نسوي؟ راح نعلمكم مشي خلفي ومشي امامي. راح نبدي هسه بالمشي الامامي. شو نسوي؟ هيك 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 نوقف وهي